الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع، واللي ليومنا هذا ما حد اكتشف شو السر وراء بناء، ولا حتى العلماء قدروا يكتشفوا الأسرار اللي وراها، واللي فعليا موضوعها يعتبر غريب وعجيب، وخاصة قبل أكم من يوم تم اكتشاف النفق، وهذا النفق يودي لمكان لسه ما تم الإعلان عنه، وقد ما الموضوع كبير والعالم حابة تعرف شو سر الأهرامات، تم إغلاق الهرم الكبير خوفه لمدة شهرين، رغم إنه إحنا حاليا بموسم السياحة، هذا الهرم أحد عجائب الدنيا السبع، يعني الناس حاليا موسم إنها تزوره. شو الموضوع؟ شو النظريات والأسرار اللي داخل الأهرامات؟ كل هاي الأشياء إن شاء الله رح نحكي عنها بمقطع اليوم. أقول إن الهرم حيظل معجزة ويظل مثير للتأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وأنا سيوف، ورجعنا بمقطع جديد. مقطع اليوم راح نحكي فيه عن الأهرامات والنظريات اللي منتشرة عليها. وبصراحة يا أخوان، أنا من الناس اللي انصدمت إنه الأشياء اللي كنا نتعلمها بالمدارس ما كانت إشي صح، وموضوع الأهرامات إشي أكبر بكثير من الأشياء اللي عرفناها أو اللي درسناها من قبل. وأنا بعد ما بحثتكم على المقطع وبلشت أجمع معلومات، انصحختي أخوان تبدأ في بناء الأهرامات في كمية ذكاء طرق غريبة وعجيبة يمكن ليومنا هذا ما حد يقدر يبنيها. فصدقوني راح تستمتعوا جدا بمقطع اليوم، وحتى أخذ معلومات حتفيدك وحتعجبك، جيب لك شيء هيك تسلي فيه قبل ندخل على المقطع. واذا مو مشترك بالقناة اشترك، باي الاقل من 150 الف ونصل 5 مليون، هاي حلم من بداية حياتنا كان، مو ضايل شيء يتحقق، وحتعجبكم الاحتفالية صدقوني. وقول 1 2 3 خلينا ندخل على المقطع. طيب، قبل 3 أسابيع من الان نشرت وسائل الاعلام المصرية اللي تعتبر تابعة لوزارة السياحة والاثار المصرية خبر، وهذا الخبر كان شوي صادم، انه اغلاق الهرم الكبير خوف بمصر لمدة شهرين، واعلنوا انه سبب الاغلاق انه قاعد يتم تنظيفه واعادة ترتيبه لانه صار في طوبة داخل الهرم. فهون الناس ما سكتت وبلشت تطلع نظريات وتحكي انه موضوعه غريب. ليش عزيز المشاهد؟ لانه مو منطقي انه يتم اغلاق الهرم بالوقت الحالي اللي يعتبر موسم سياحي لوحده من عجائب الدنيا السبع، انه يتم اغلاقه بهذا الوقت. يعني لو كان بده تنظيف او اعاده ترتيب او انه في رطوبه من السياح اللي داخله، المفروض وزاره السياحه انتبهت له من قبل، وفعليا شيء منطقي. فهون لانه موضوع الاغلاق مو منطقي، في نظريات كثير راح نحكي عنها الان، ولكن قبلها راح احكي لكم شوي عن الهرم الكبير خوفه وعن تاريخه كيف بنوا وشو الغرض من بنائه، لانه اغلبنا يعرف انه الهدف الاساسي من بناء الاهرامات انها انبنت بس عشان تكون مقابر للملوك، ولكن هاي مو الحقيقه. وفي سر بصراحه صدمني انا، ومتاكد انه راح يصدمكم انتم كمان. اولا، مصر اللي ما يعرف في موجود كثير من الاهرامات القديمه، ولكن الاهرامات اللي الكل يعرفها واللي احنا نعرفها بس الاهرامات الثلاثه اللي هم خوفو وخفرع ومنكاورع، لانه ما ظل معروفين انهم عجائب الدنيا السبع. طبعا اكبر هرم فيهم معروف اللي هو الهرم خوفو اللي تم اغلاقه، وهذا الهرم يعتبر من اعظم الغاز بالعالم، لانه كل العالم اللي راحت هناك ووقفت قدامه تنصدم وتحكي انه فعليا كيف تم بناء هذا الاشي، وخاصه انه تم بناءه زمان يعني بدون الات. غير طبيعي الموضوع، معقوله في بشر تقدر تبني هذا الاشي قبل التكنولوجيا ومن الاف السنين؟ لهالدرجه الموضوع مهند كبير. عادي الناس زمان كانت تقدر تبني بيوت، شو الفرق بين الهرم والبيت؟ لا عزيزي المشاهد، في فرق كثير كبير. الاهرامات عزيزي المشاهد تم بناها باحجار كبيره، حجم الحجر الواحد يوصل ل 20 طن، لا وفي احجار يوصل حجم 70 طن. خليك تصور الرقم معي شوي، 70 طن انت قاعد تحكي تقريبا عن 40 سيارة محطوطين مع بعض او محطوطين بمكعب طوله تقريبا 5 متر ولا 3 متر. كيف كان في ناس تقدر تحمل هذا الحجم الهائل؟ مو بس تحمله وتبني فيه الهرم، لا تمشي فيه عشرات الكيلومترات، لدرجة انه في نظريات تحكي انه الاهرامات تم بنائها من ناس عمالقة جدا، وفي نظريات ثانية تحكي انه فضائيين اللي قاموا ببناء الاهرامات، ما قالوا بالناس لانه فعليا الاهرامات من عجائب الدنيا. تخيلوا يا اخوان انه قد ما احنا تطورنا بالوقت الحالي وقد ما تطور العلم والتكنولوجيا الى يومنا هذا ما قدروا يعرفوا كيف تم بناء الاهرامات. فعليا الموضوع يحتاج لقوه خارقه، والمشكله انه اي غلطه صغيره بناها ممكن يسبب كارثه. وتخيلوا كمان الاهرامات صار لها تقريبا 4500 سنه، الى يومنا هذا في اماكن داخل الهرم ما حدا وصلها ولا حدا لمسها ولا حدا قدر يوصل لداخلها. يعني مثلا الكل يحكي انه الهرم خوفو تم دفن الملك خوفو فيه، هذا الاشي تعلمناه والكل يعرفه صح، ولكن الصدمه انه ليومنا هذا ما حدا قدر يلقى قبر الملك خوفو ولا حتى جثته او اي اشي يدل عليه. هون العلماء صاروا يعطوا نظريات انه هذا الهرم مبني على مدينة كبيرة تحته، يعني في مدينة كبيرة لم يتم اكتشافها تحت الهرم خوفو، والمدخل إلها عن طريق الهرم خوفو، وقبر الملك خوفو موجود بهاي المدينة، لأنه فعلياً ما ظل في تحليل للموضوع، مع هاي لسه النظرية الأولى. تعال خلينا نجي مثلاً على النظرية الثانية اللي يحكوا عنها عن الأهرامات، واللي كان فيها سر عظيم جداً، رجع عنه الدكتور محمود مصطفى، وهذا الشخص يعتبر فيلسوف ودكتور، وعنده كثير من الكتب والنظريات عن هذا الموضوع. حكى هذا الدكتور بأحد مقابلاته على التلفزيون إنه المصريين القدامى لغوا الجاذبية بشكل تام عشان يتمكنوا يقدروا من بناء
هاي الأهرامات، ولما لغوا الجاذبية بهذا المكان قدروا بكل سهولة أنهم يرفعوا هاي الأحجار الضخمة. بالنسبة لي أنا لما تفكر شوي بالموضوع، الموضوع منطقي أكثر من أنه في بني آدم يقدر يحمل 70 طن. إن ما فيش إطلاقا تفسير للحكاية الخرافية دي، إلا إن العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الأرضية، وكان في علماء بيقدروا يتغلبوا على الجاذبية. فطبعا إذا تغلبوا على الجاذبية يبقى الحجر اللي 70 طن يبقى وزنه ريش. طبعا كيف قدروا يلغوا الجاذبية؟ هذا علم خاص ما حدا عارفه، وحتى الدكتور نفسه مو عارفه ولا عالم وصل له، ولكن بزمنهم القديم قدروا يوصلوا له. طبعا هذا أحد النظريات، كلام مو مؤكد أبدا. حتى التطور والبناء الهندسي اللي تم فيه بناء الهرم الأكبر يعتبر تطور هندسي رهيب مرعب مستحيل يوصلوا له حتى بوقتنا الحالي. كل زاوية فيه كانت مصممة بطريقة رهيبة جدا. يعني مثلا إشي بسيط يمكن أنتم ما تحبوه، أنا نفسي ما أحبه، اللي هو بالرياضيات مثلا، لو تقعد تقسم محيط الهرم الكبير بالنسبة لطوله راح يطلع معك 3.14، واللي ما بعرف شو هذا الرقم اللي هو الباي، أتوقع الألام مرت عليك بالرياضيات بيوم من الأيام. كل غرفة داخل الهرم لو تقسم محيطها بالنسبة لطولها راح يطلع معك نفس الرقم 3.14. هذا الشيء مستحيل يكون صدفة، والعلماء بنفسهم حكوا إنه هذا الهرم تم بناؤه بهندسة دقيقة جدا. هون لما شافوا هاي الأرقام مهندسين العالم كله من بحر صاروا يقولوا إنه معقول هاي الدقة كانت موجودة قبل آلاف السنين، مثلا قبل 4500 سنة؟ وهل معقول إنه كل هاي الدقة بالبناء بس عشان يبنوا مقبرة؟ فهون بلش يبحثوا عن السبب الحقيقي لبناء الأهرامات. حاب أصدمك عزيزي المشاهد إنه هذا الهرم الكبير فيه معجزات كثيرة داخله. فمثلا في غرفة داخل الهرم خوفو، هاي الغرفة فيها زي قبر صغير، هذا القبر أو المساحة المستطيلة أي إشي تحطه فيه مستحيل يخرب. يعني مثلا تقدر تحط فيه لحمة وتترك هاي اللحمة لسنين، اللحمة هاي مستحيل تخرب أو تعفن، يعني زي كأنك حاطها بثلاجة. وهذا الإشي يعود للبناء المعماري اللي تم بناء فيه الأهرامات، من زوايا لممرات يدخل منها الضوء لداخل الهرم، لأشياء كثيرة ما حدا فهمها ليومنا هذا. حتى النباتات لو حطيناها بهاي الغرفة راح تنمو أسرع من الطبيعي بكثير. هذا الإشي وحده كفيل بانه يقنع الناس انه مستحيل تم بناء الاهرامات فقط عشان تكون قبر. وهون نجي لنظريه تعتبر الاكثر انتشارا بين العلماء واللي اغلب العلماء اتفقوا عليها، واللي هي انه الاهرامات تم بناها عشان تكون مولدات للطاقه، لانه لاحظوا انه في شبه كبير بين الاهرامات وبين ابراج الشبكات تاعت الكهرباء. فكيف يا مهند تعتبر مولدات طاقه؟ موضوع جدا كبير وبده قصه كامله، لانه داخله مرتبط بمواضيع كبيره، منها مثلا المواد المتكونه منها الاهرامات، الجزء اللي جاي على راس الهرم اللي يعتبر املس ويعتبر تم سرخة أجزاء الباقية، ومتكون من الجرانيت ومن مواد كيميائية غيرها. يعني بصراحة أنا مو مجالي وما قدرت أفهم أو أوصلها بالضبط، لو أدخلكم فيها حتملوا منها، فما راح أتوسع فيها أو أتعمق فيها، ولكن لسه تعتبر نظرية ضعيفة، يعني ما في إشي مؤكد عليها. طبعا هيك أنا ما شرحت لكم عن المعجزات كاملة اللي موجودة بالهرم خوفو، شرحت لكم عن بعض المعجزات اللي فيه. وخلينا نرجع للسبب الرئيسي اللي تم إغلاق الهرم فيه بالوقت الحالي، اللي خلى الموضوع يكبر وكل الناس تحكي فيه، انه تزامن وقت اغلاق الهرم مع توقيت دخول فريق الابحاث الياباني، واللي كانوا داخلين باجهزة متطورة جدا عشان يكتشفوا ممر تم اكتشافه قبل كم من شهر. هذا الممر حسب ما صرحوا انه طوله يمتد 9 متر وعرضه 2.1 متر. تخيل عزيزي المشاهد انه الهرمات صار لها 4500 سنة وما زالوا يكتشفوا ممرات واشياء غريبة فيها. هذا السبب اللي خلاهم يغلقوا الهرم، عشان الفريق الياباني يدخل باجهزته ويستكشف الهرم، بلكي انه قدروا يكتشفوا او بلكي قدروا يوصلوا لقبر الملك خوفو مثلا. فعليا دخلوا كان معهم كاميرات واجهزه متطوره جدا، بلشوا يدخلوا كاميراتهم الصغيره عبر هاي المدخل وحاولوا يستكشفوا، لكن الغريب انهم ما طلعوا وصرحوا وليومنا هذا باي موضوع عن الهرم. حتى موضوع فريق الابحاث الياباني ما صرحوا عنه، فقط قالوا انه تم اغلاق الهرم عشان يحافظوا على سلامه الهرم لانه صار فيه رطوبه. طبعا كيف صارت الرطوبه؟ بسبب النفس اللي يطلع من السياح اللي يجي يزوروا الهرم، هذا اللي صرحوا عنه فقط. فحاليا الكل قاعد ينتظر خبر انه هذا الممر لوين وداهم او شو اكتشفوا داخل هذا الممر، ولكن الغريب انه نفس الحكومه المصريه قاعده تكتم على الموضوع، ما اعلنوا ولا صرحوا باي خبر عن هذا الاشي. هذا اللي خلى الموضوع يصير اكثر غرابه. واذا ما تعرف عزيزي المشاهد، من قبل تم اقامه حفل ماسوني عند الاهرامات، وركزوا لي على التاريخ اللي تم اقامه الحفل فيه عزيزي المشاهد، اللي هو 11/11/2011 الساعه 11 الدقيقة 11 الثانية 11، رقم مميز جدا لأنه هم يعبدوا الشيطان. كل الماسونية كانت حوالين الأهرامات بهذا التاريخ، وكلهم كان معهم شموع وينتظروا الوقت اللي يصير كل الأرقام في وحدات، وفعليا عملوا هذا الحفل، وكان أغرب حفل يصير بالوطن العربي تقريبا. ما بعرف إذا بدكم نحكي عنه بالتفصيل، اكتبوا لي بالكومنتات، أو مثلا خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك. سؤال لكم أنتم، شو السبب اللي تم إغلاق الهرم بالوقت الحالي رغم إنه موسم سياحي؟ بوجهة نظرك عزيزي المشاهد، اكتب لي بالكومنتات، وأتوقع بيكون انتهى مقطعنا اليوم. أتمنى إنه مقطع نال إعجاب.
غيابكم وحكينا فيه كمية المعلومات الكافية عن الأهرامات. حساباتي بوسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم مهند السيوف، دوروني فيها. في سفرة قريبة نخبركم عنها بإذن الله هناك، وأترككم بحفظ الرحمن من هون لمقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.